الطفلة الفلسطينية شيماء، وطبعا هي يعني واحدة من الأطفال الكثيرات التي أو الكثيرين الذين يموتون يوميا. أدهشت العالم شيماء عندما أخرجها الأطباء للحياة من رحم أمها التي توفيت تحت أنقاض منزلها، ولكن شيماء فارقت الحياة مخلفة جرحا آخر في غزة. في خضم الحرب مآس لا تعد وحالات لا يمكن لأحد أن يتصور سيناريوهاتها إذا لم يعشها ويلامس ويلاتها. بين الموت والدمار تولد حياة جديدة حتى في غزة. من رحم أم سقطت لم يكن للمسعفين إلا أن يمزقوا أحشائها ويخرجوا إلى الحياة أملا يتدفق من بريق عيني طفلة ضرجت بدماء أمها وحملت اسمها شيماء. ولأن الغارات والقصف لا ترحم، حكم على الأمل المنبثق من جوف الموت أن يموت أيضا وألا تدوم أنفاس هذه الطفلة طويلا. ودعت الجدة حفيدتها التي كانت تأمل أن تربيها لتكبر وتشاهد في عينيها أمها التي رحلت قبلها. كان مني أنا ربيها الطيب من ريحة أمها، الحين خلص خد اللي جابها خدها، الله يسهل عليها. وري جثمان آخر تحت الأرض لأن صاحبته لم تتمكن من العيش فوقها. هذه المرة لم يكن سوى لطفلة ولدت من الموت وسميت بمعجزة غزة. هذه المعجزة التي لم يمهلها القدر طويلا لتموت هي أيضا وتبقى غزة في انتظار أمل جديد. ومعنا مباشرة من عمان كارل شامبري المتحدث باسم منظمة إنقاذ الطفل أو Save the Children. أهلا بك أستاذ كارل. قبل أن أطرح عليك السؤال دعني أتوقف عند أهم الأحداث التي طالت الأطفال والتي أثرت فينا، بينها الطفلة شيماء كما شاهدنا الآن التقرير، وأيضا الأطفال الأربعة الذين قتلوا على شاطئ مدينة غزة، وأيضا استهداف بشكل يومي أصبح الآن مدارس الأنوروا الذين يعني يلجأ إليهم الفلسطينيون طبعا، ويعني اللاجئون هم غالبا ما يكونوا من الأطفال وأيضا النساء. أريد أن أطرح عليك السؤال اليوم، ما هو الخطر الأكبر الذي ينتظر أطفال غزة؟ هل هو الموت من القصف أم هو الموت من الجوع والحصار؟ مأساوية عصيبة، فقد عانى أهالي غزة من وضع مأساوي، ولم يكن بمقدور الأطفال الحصول على أي مأوى، وكذلك لم يكن بمقدورهم الحصول على الغذاء. وقد علمت من قبل بعض الأهالي الذين أتيحت لي فرصة التحدث لهم هاتفيا، فكانوا قد أخبروني قصصا أن أطفالهم كانوا يسألونهم ليلا إذا ما كانت تلك الليالي سوف تكون الأخيرة في أزمة غزة. هذه هي الأحوال التي يواجهها أهالي غزة، فإنهم يسعون للاختباء في المدارس وفي المآوي التي يعتقدونها أنها قد تكون محمية وقد تكون بعيدة عن قصف النيران. هذه الأماكن ليست بمنأى عن القصف على الإطلاق. يعني عفوا أعتذر، كان هناك لغط ربما في الإرسال، يعني أنت جاوبتني قبل أن أطرح عليك السؤال، أريد أن أعاود عليك طرح السؤال اليوم، ما هو الخطر الأكبر على أطفال غزة؟ هل هو الموت من القصف الإسرائيلي عليهم أم هو الموت من الحصار والجوع؟ أعتقد أن هذا الخطر هو الذي يحدق بالناس في كل مكان، وهذا ما أسمعه من الأهالي في كل مكان، فما من مكان آمن. فالناس في غزة يشهدون حالات من الرعب ولا يجدون مأوى ولا يجدون أي مكان ليذهبون إليه. وفي الفترة الحالية كل الأهالي في غزة يعتمدون على مولدات الكهرباء بسبب عدم وجود التيار الكهربائي، وكما ترون غزة تعيش في ظلمة حالكة بسبب انقطاع التيار الكهربائي منذ اندلاع هذه الأزمة. وهذا يعني أنه فضلا عن العيش في هذا الظلام الحالك
فإن المستشفى لن يكون بمقدورها أن تستمر بأعمالها لمدة 4 أو 5 أيام القادمة. وهذا يعني أيضا أن الوقود والسيارات في كافة أنحاء قطاع غزة لن يكون بمقدورها عن العمل. ناهيكم عن الخدمات والمرافق الصحية التي لن تستطيع أيضا أن تؤدي أعمالها. فبالإضافة إلى هذه الآثار السلبية التي يشهدها قطاع غزة بسبب عمليات القصف، فإننا نحن نواجه أزمة أخرى صحية قد تطال كافة الأهالي والمدنيين بسبب انتشار الأمراض، ونأمل أن لا تكون هذه الأمراض من الأمراض المعدية بسبب عمليات الصرف الصحي التي تشهدها غزة والتي باتت بحالة انهيار. هناك انهيار تام في كافة الخدمات في الماء والصحة والخدمات الطبية، وهذا يطال قطاع غزة. وصراحة فإن قطاع غزة يعيش بحالة شلل كامل في كافة القطاع. طيب تقول أستاذ كارل أنه يعني إذا استمر الحال لمدة 4 أو 5 أيام فنحن قادمون على وضع كارثي، يعني ماذا سيحدث؟ ماذا بعد هذا الوضع؟ وطبعا يعني أنتم كمنظمة عملكم يأتي ضمن الكوارث، يعني فما الذي تفعلونه بالعادة في هكذا حالة؟ أولا وقبل كل شيء لدينا بعض الموظفين الذين يعملون على الأرض ويقدمون المساعدات الإنسانية والطبية ويخاطرون بحياتهم من أجل تقديم المعونة وإنقاذ الآخرين، لكن أن الوضع يبدو أشبه بالمستحيل ولا أحد يدرك إذا ما كان حتى أفراد منظمتنا سوف ينجون بحياتهم أم لا. وعلينا أيضا أن نتذكر أن الأسرة الدولية يجب عليها أن تحض كافة الأطراف على وقف إطلاق النار والسماح بإدخال المساعدات الإنسانية، ولأننا لا نستطيع التعايش مع حجم هذه الكارثة المهولة. أنا أعتقد أن الأمم المتحدة كانت قد سخرت كافة منظماتها ولديها في كل منظمة أكثر من 80 شخصا ممثلين على الأرض هناك، ودورنا يتمثل بتقديم المساعدات بقدر الإمكان، وهذا ما نفعله. لكننا نحذر الأسرة الدولية وإسرائيل والفلسطينيين على حد سواء بأنه عليكم وقف إطلاق النار وأن تجلسوا وأن تتفقوا على وقف إطلاق النار، وفي نهاية المطاف لابد من وجود عملية رفع الحصار، لأن غزة لن تستطيع الوقوف مقدما على قدميها إن لم يتم رفع الحصار الذي عاشته لسنوات طويلة. قبل أن أنتقل إلى السؤال الثاني، هل لديكم أي إحصائيات واضحة ودقيقة حول عدد الأطفال الذين قتلوا حتى الآن في العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة؟ إن آخر الأرقام التي اطلعت عليها تشير إلى وجود ما يقرب من 260 طفلا، ولا أعلم كيف تطورت الأوضاع خلال الساعات القليلة الماضية، لكن أستطيع أن أقول أن شخصا من أصل 4 أطفال الذين لقوا حتفهم في غزة هو من الأطفال، وهؤلاء الأطفال هم أبرياء وليس لهم أي علاقة في هذه الأزمة. ما نراه هو أن هؤلاء الضحايا هم ضحايا بسبب الفشل السياسي الذي تعيشه المنطقة. نعم، هل برأيك الأطفال الذين يقتلون بشكل بسبب يعني قصف عشوائي أم هم مستهدفون غالب الأحيان؟ من الصعب أن نحصل على الصورة الكاملة أثناء حدوث هذه المعارك، لكن ما نعلمه وما أوضحته الأمم المتحدة بأن هناك
بعض الحوادث التي وقعت على غرار يوم الأمس، مثل عملية الهجوم التي طالت إحدى المدارس، وكان هناك مدنيون نيامة في الليل مع أسرهم والذين تعرضوا لمثل هذه العمليات الهجومية. هذا هو واقع الحال التي يجب التحقيق به بصورة كاملة، ولا بد من وجود مساءلة، ولا بد من إثبات المساءلة وأخذ الأشخاص وجلبهم للعدالة. كانت الأمم المتحدة واضحة في إدانتها للطرف الإسرائيلي، وكذلك في إدانتها لعمليات تدمير البنى التحتية التي قالت بأنها لا يمكن قبولها، ولا سيما في مسألة استخدام القوة المفرط وغير المتناسب واستهداف المدنيين. والحقيقة تبقى في غزة بأن كما تعلمون هذا القطاع هو مكتظم بالسكان ومليء بالبنى التحتية، وأي تصعيد من هذا النوع كما يحدث الآن فإنه سوف يطال المدنيين والأطفال، هم الذين سوف يكونوا الضحايا. ونحن في منظمة Save the Children قلنا منذ اليوم الأول أنه عند بدء العملية البرية قلنا بأن هناك زيادة قد طرأت في وفاة الأطفال الذين لقوا حتفهم منذ اليوم الأول، وكنا قد حذرنا أنه إن تم تصعيد الأعمال فإن الأطفال هم سوف يكونوا في الصفوف الأول بين الضحايا، وهذا الأمر لن يكون مبررا لإسرائيل أو للمجموعات المسلحة الفلسطينية أن يعملوا على استهداف المدنيين، ولا سيما بأن المدنيين هم الذين سوف يكونوا الضحايا. حتى لو كان هناك ادعاءات من قبل أي طرف بأنه لا يستهدف المدنيين، لكننا نرى أن الضحايا المدنيون هم الذين يعانون العذاب الأكبر. نعم، نافي بيلي مفاوضة الأمم المتحدة قالت أن الجرائم قد ترقى لأن تكون جرائم حرب، هذا يعني أنها لم تصل إلى حد جرائم الحرب بعد؟ وإن كانت جرائم حرب، هل أنتم كمنظمة تستطيعون إيصال هذه الأدلة أو تحويل هذه الأرقام إلى أدلة أمام المحاكم الدولية الجنائية؟ إننا بكل تأكيد نطالب بتطبيق العدالة والمسؤولية، ولا بد لطرف من أن يتحمل المسؤولية، ولا سيما بسبب ارتكاب هذه الأعمال المشينة. أن المنظمات الإنسانية تقوم بعملها من أجل حماية المدنيين وتعمل على الحيلولة دون تطبيق ثقافة الإفلات من العقاب، لأنه لا بد من أي شخص قام بارتكاب مثل هذه الجرائم أن يلقى المساءلة. وأعتقد الآن أنه القانون الذي يجب أن يطبق في غزة الذي يجب أن يكون له الكلمة. الأمر ليس متروك لنا، بل هو متروك أيضا للأمم المتحدة وأيضا الهلال الأحمر والصليب الأحمر. نحن لن يبقى لنا أي صلاحية أو أي قوة أمام صلاحيات الحكومات هذه. نعم، إذا من عمان كارل شمبري المتحدث باسم منظمة إنقاذ الطفل أو Save the Children، شكرا جزيلا لك.